نجمة صباح على نجمة FM. سؤالنا المتواصل نحاول نجاوب عليه، ماذا يحدث في تونس؟ البارح زادة شفنا الحقيقة اجتماع في عمادة المحامين بحضور التيار الديمقراطي. هل هي مبادرة اليوم وحوار وطني اقتصادي واجتماعي؟ هذا وإطلاقه أكثر تفاصيل باش نعرفها مع ضيفنا اليوم السيد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي سي غازي شاوش. الانترفيو. سي غازي صباح النور. صباح النور، مرحبا بك وكل مستمعي ومستمعات نجمة FM. نشكرك على تدخلك معنا. قبل ما نجي لحواري وموضوعي معك، نطرح نفس السؤال على ضيوفي الكل بصفة عامة، ماذا يحدث في تونس؟ يحدث في تونس عايشين مرحلة انتقال ديمقراطي. اليوم تونس تعرف عملت ثورة عندها 10 سنوات، وبالتالي الانتقال من نظام استبدادي سلطوي لنظام ديمقراطي، لنظام فيه الدولة تطبق القانون والدولة معناها تجلب التنمية وتجلب الكرامة للمواطنين، هذا يراوي يقتضي تضحيات ويقتضي عمل مستمر ومتواصل، وتقتضي معناها انسجام لدى النخبة التونسية، ويقتضي معناها وعي كذلك المواطن. اليوم على كل حال نعتقد أنه على المستوى السياسي معناها خطونا خطوات كبيرة، فما دستور في البلاد، فما انتخابات، فما تداول سلمي على السلطة بصدد استكمال بناء المؤسسات الدستورية. ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اليوم تونس عايشة في أزمة، وأزمة معناها حادة جدا. اليوم معناها التشغيل، اليوم معناها ناقص استثمار، معناها مفقود اليوم الأمل، حتى عند التوانسة معناها انعدم هذا الأمل. الثقة في مؤسسة الدولة زاد كذلك في أدنى المستويات نتاعها. هذاك علاش التيار الديمقراطي أطلق مبادرة وطنية، حوار وطني اقتصادي واجتماعي. خلينا اليوم النخبة وخلي مؤسسة الدولة اليوم وكل الأطراف المعنية أنه تنكب لوجود الحلول الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، ونرسموا استراتيجية اليوم اقتصادية واجتماعية لمعناها تونس 2030، تونس 2040. به ما على كلمة انعدام الثقة، سوقه هنا قبل قانون زاد استراتيجية لل 2020، وصل له 2020 وما لقينا شيء. اليوم هل حوار وطني اقتصادي اجتماعي ينجم هالفكر اللي تراود الناس الكل ينجم يأسلها التيار الديمقراطي، خاصة مع المحامين في جزء ما، وهذا اللي كان حواركم البارح مع عميد المحامين؟ هو نحن تعرفوا الحوار هذا أطلقناه عنا تقريبا أكثر من 15 يوم، واقترحنا أن يكون تحت رعاية وإشراف السيد رئيس الدولة باعتبار هو رمز وحدة التوانسة، وهو الجهة الوحيدة اليوم اللي قادر يجمع التوانسة وهو فوق الصراعات الحزبية. وبالفعل كان هناك لقاء ما بين السيد رئيس الدولة، وحاولنا إقناعه بتبني معناها هذه المبادرة. تفاعل متاعه كان تفاعل إيجابي ورحب بالفكرة. تعرف اليوم في الأجندة متاع السيد رئيس عنا الحوار الليبي اللي أشرف عليه، وبعد معناها تحول إلى قطر، طبعا عند العودة متاعه إن شاء الله معناها يفكر في هذا الموضوع ويستشير عديد الأطراف ويتبناه. تعرفوا من الجانب الآخر فمن الاتحاد العام للشغل هو بجوده عنده مبادرة وينتظر لعرضها على السيد رئيس الدولة. كان لنا لقاء كذلك مع الاتحاد ورحب بالفكرة، هو عنده نفس المبادرة ولكن فيها جانب سياسي، نحن نحبها مبادرة اقتصادية اجتماعية فقط، لأنه الجانب السياسي يبدو فما عنا صراعات كبيرة وخايفين أن الجانب السياسي ينفث بالمبادرة برمتها. كان لقاء مع اتحاد الأعراف، اتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، ورحبوا كذلك بالفكرة. والبارح معناها الطرف الثالث في الرباعي الراعي للحوار اللي تعرفوه أنه هيئة المحامين، وهيئة المحامين معناها قلعة النضال، وهيئة المحامين بتاريخها وبخبراتها وبما بتموقعها اليوم قادرة هي كذلك تلعب معناها دور هام، وأنه تبارك هذا الحوار. وخاصة عن مبادرة نحن ثاني مبادرة سياسية تتمثل في إحداث لجنة وطنية لمراجعة المنظومة الانتخابية. ما يخفاش عليكم اليوم بعد صدور تقرير لجنة وطنية لمراجعة المنظومة الانتخابية، الانتخابية المقصود بالمنظومة الانتخابية ليس فقط القانون الانتخابي، ولكن مرسوم أحزاب سياسية، مرسوم الجمعيات. اليوم لابد من قانون ينظم عملية صبر الآراء، لابد من مراجعة من تركيز الهيئة الدستورية اللي تعنى بالقطاع السمعي البصري. اليوم لابد من قانون اللي يضمن تمويل الأحزاب السياسية حتى نتفادى هالتمويل الأجنبي هذا المشبوه اللي مس
من السيادة الوطنية. وبالتالي اليوم كما قلت لك بعد تقرير دائرة المحاسبات ثبت بأن الانتخابات في جزء منها كانت مزورة، مزورة التزوير ليس في الصندوق، التزوير كان خارج سيكتة. الصندوق. أما هاي الكل سكتة سيغازي، هاي الكل سكتة. نددنا ونحن نندد ونشدد ونعرب عن استغرابنا وكل البيانات، ولكن فعليا هذوك قاعدوا في الحكم، هذوك قاعدوا في مجلس النواب، الأحزاب خرجونا شوية في التلفز، كل واحد يرمي في الكرة الآخر وما صار شيء، وفي قضاء عادل اليوم كان ينجم يتحرك القضاء، ما يستناش هالتحويرات للمنظومة الانتخابية الكاملة والمراجعة الشاملة اللي في تصوركم هو نجم تكون الحل. زاد سي غازي، القضاء كما تعرف هو يطبق القانون، اليوم القوانين مكبلة، اليوم القوانين ما تسمحش القضاء أنه يكون هناك سرعة معناها في الفصل، تعرف هناك طعون وقعت في انتخابات 2014 ولحد الآن القضاء ما بدش فيها. علاش ما بدش فيها؟ لأنه ما فماش آجال مختصرة وموجزة تضمنها القانون. اليوم هذاك علاش لابد وريته في الندوة الصحفية نتاع محكمة المحاسبات بينه فما هناك نواقص وإخلالات كبيرة داخل قانون الانتخاب اللي بده من مراجعتها. اليوم هذاك علاش نعتقدوا كل الأطراف اليوم معناها واعية بضرورة مراجعة هذه الانتخابات القانون الانتخابي لضمان انتخابات نزيهة وشفافة المحطات الانتخابية. اليوم فما زوز أطراف لا يمكن التعويل عليها. اليوم هذه الحكومة الضعيفة المرتبكة المرتجلة اللي تعرفوا معناها اليوم معناها في الأوضاع هي مش قادرة حتى باش تواجه الأزمة والجائحة الصحية. وريتوا معناها قانون المالية التكمين وقانون المالية متاع 2021 معناها اللي قدمته والمستوى الهزيل في الأداء متاعها اليوم في تصريف الأعمال. هذه الحكومة ما نعتقدش من أولوياتها اليوم مراجعة القانون الانتخابي باعتبارها هي غير معنية حكومة تكنوكرات وهي غارقة في مشاكل أخرى أكبر من حجمها. اليوم كذلك الطرف الثاني من نجموش نعول عليه هو الائتلاف الداعم للحكومة المقصود به النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة. هذه الأطراف من مصلحتها الإبقاء على هذه المنظومة الانتخابية لأنه يعتقدوا كان يبقى هذه المنظومة في الانتخابات الجاية باش يكونوا فايزين نفس المشهد وباش يكونوا هما موجودين وسيكون كذلك المشهد الكارثي الذي يعيشه التوانسة يوميا. أستاذ غازي، نواب الشعب، أستاذ غازي فهمت منك صباح النور، أنا الأستاذ سهيل مديمغ، فهمت منك وأنه معناها المؤسسة الجديدة هذه مؤسسة الحوار اللي باش تاخذ شرعيتها من محتوى الحوار ومن مدى تفاعل الناس معها هو إعلان عطالة المؤسسات الرسمية سواء المنتخبة أو كذلك اللي صدرت معناها أو طلعت من كذلك من رحم المؤسسات المنتخبة. لكن تراش معايا وأنه الحوار هذا إذا استثنى شركاء الحكم معناها منذ قليل وكذلك سيستثني معناها الأطراف الداعمة للحكومة الحالية، إذن هو إعلان إسقاط الحكومة والبرلمان. ونبدأ نتفق أستاذ، هو الحوار هو آلية من الآليات الديمقراطية وهو أرقى الآليات الديمقراطية، وكل الشعوب عند الأزمات تجلس على طاولة الحوار وتحل مشاكلها، وفما شعوب خاضت حروب أهلية ودموية ولكن ما فضتها إلا بالحوارات، والحوارات يلزمها تكون ما بين الأطراف المختلفة، مش باش تكون ما بين الأطراف المنسجمة، وبالتالي هذا الحوار سيشمل الجميع بدون إقصاء، يلزم يشمل الأطراف الموجودة في الحكم، الأطراف الموجودة في المعارضة، والأطراف اللي لا موجودة لا هنا لا هنا، اللي موجودة معناها في المجتمع المدني والمنظمات والخبرات ومؤسسات الدولة، لأنه نحكيه على حوار اقتصادي واجتماعي ما نجموش نقصيه مؤسسات الدولة. لأنه هي عندها الإحصائيات وهي عندها البرامج وهي عندها تاريخ معناها الحكومات، وبالتالي هو حوار سيشمل الجميع. سيكون توافق جديد، سيكون توافق جديد. أنا لا مش مشكلتي توافق، لأنه أخذنا فكرة سيئة اليوم على التوافق. نحن اليوم يلزمنا نطرح كل مشاغل التوانس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من وين تنمية. اليوم كما تعرفوا ما عادش قادر أنه يخلق الثروة ويشغل ويجلب الاستثمار. اليوم عندنا مؤسسات عمومية تغرق وقاعدة تغرق في ميزانية الدولة. اليوم عندنا صناديق اجتماعية اليوم ما عادش قادرة باش توفر معناها الخدمات المواطنيها. اليوم عندنا مناخ نتاع استثمار غير سليم ومش قادر يجلب الاستثمار كما كنا نحكي. فان ذا علاش ما نجحش؟ لانه ماناش قادرين نجلبوا الاستثمار الاجنبي ولا حتى الاستثمار الداخلي. وتعرفوا بدون استثمار ليس هناك دوره اقتصاديه معناها في بلادنا. اليوم السياسات التشغيليه لابد من مراجعه السياسه المنظومه الصحيه والامنيه والتربويه والتعليميه لابد من مراجعتها. وبالتالي هذا لابد نقعد على طاولة الحوار ونتناقش ونتفق على هذا
يقع بل وراءها الى قوانين جديده، الى تعديل قوانين للمنظومه التركيبيه، الى خيارات اقتصادية جديدة. هذا اليوم مطلوب، لأنه إلى متى نقعد ونعيش في الصراعات؟ ما عادش عنا وقت، وما عادش عنا وقت، هذا مطلوب اليوم قبل غدوة. أي اليوم قبل غدوة. لقد الله كان يقع انفجار اجتماعي اليوم سينسب بالتجربة الديمقراطية في تونس. الناس اليوم قاعدين يقروا في الديمقراطية. اليوم فما إمكانية في المحطات الانتخابية المقبلة باش نلقاو 10% فقط من التوانسة يتحولوا باش يقوموا بواجبهم الانتخابي. ماذا ستكون تمثيلية هؤلاء؟ معناه وكيف ستكون الديمقراطية؟ وبالتالي اليوم أنا نعتقد بلادنا في حاجة للإنقاذ، وهذا الإنقاذ لا يمكن إنجازه إلا بواسطة كل أبنائها وبالحوار ولكن برغبة صادقة وبعزيمة اليوم وبمعناها سيغازي الشويش لبلادنا. سيغازي الشويش الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، سعيد بحواري جدا معاك. لانتقراليتي دا انترفيو تلقاه شوية أخرى على الباج أوفيسيل فيسبوك في أقل من 20 سكوند. ألور مفدي زكريا هو شاعر الثورة الجزائرية يقول بلادي أحبك، بلادي أحبك فوق الظنون، وأشدو بحبك في كل نادي، عشقت لأجلك كل جميل، وهمت لأجلك في كل وادي، ومن هام فيك أحب الجمال، وإن لامه الغشم قال بلادي. لأجل بلادي عصرت النجوم، وأطرعت كأسي وصغت الشوادي، وأرسلت شعري يسوق الخطى بساحل فدا يوم المنادي. يعطيك الصحة القصيدة هذه، نحب نهديها ديديكاس مع برشا محبة لنفيسة أحلام يوسف مصطفى اللي شل اللي قاموا الصباح باش يسمعوا نجمة فيهم، يبعثون فيديو على الخاص. هذه فرصة باش نقولوا مع السلامة، صباح الخير. صباح النور، صباح الخير للناس الكل اللي اختارت تسمعنا من توا حتى الآخر الليل. مازلنا متواصلين في اللايف نتاعنا زوم 73 بعد شوية بارتير من 10 حتى نص نهار، لكن البلاصة الوحيدة اللي تلقاو فيها هذه التونسي النعمة، هذه سمليلينا بها الكراوي الشيخ فريد، هذه اللجني، هذوما تلقاهم كان في حب بلوك ساعة تونسية 100%. جروميسي ليكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون، ميرسي مريم سيوار تاجركم في نشراتنا الإخبارية، أيمن في البروت في البروت. تشاو تشاو، باي باي، أدوما. يحكيوا على خليل وتحجبوا من العين، خليلته والخال قد السرول لابس الخلخال.